انا عمر وليد البحيري، مدرسه الكفراوي اللغات. انا عضو في مركز الابداع العلمي. احنا النهارده في كليه علوم. انا مشروعي بيتكلم عن توليد طاقه كهربائيه مستمره بدون استخدام البترول. دخلت بالمشروع كذا مسابقه، كنت دخلت انتر ايسف، اتصعدت في التمهيدي بس ما حصلش نصيب اني اتصعد في اسكندريه، بس دخلت مسابقه المخترع الصغير واتصعدت المحافظه، وبعد كده جبت المركز الاول المحافظه، وان شاء الله مستنيين تصفيات الجمهوريه. المشروع بتاعي انا حسيت ان البنزين بيغلى وان الـ وال والهواء البيئه بتتلوث من عدم البترول وكده، فكنت عايز اولد كهرباء من غير استخدام البترول، عن طريق ان انا جبت مولد لغيت المحرك الديزل وحطيت موتور. الموتور ده بياخد كهرباء من اول من طريق البطاريه بتدي الانفرتر. الانفرتر ده بيحول من 12 فولت دي سي ل 220 فولت اي سي. بعد ما يشغل الموتور، الموتور ده بيلف الدينامو. بعد ما الدينامو بيطلع الكهرباء، اول حاجه بيعملها ان هو بيودي الكهرباء للموتور. بعد ما بيودي الكهرباء للموتور، الكهرباء اللي بتجي من البطاريه بتفصل، فبالتالي يفضل يكمل المولد، يفضل يدي للموتور، الموتور يلف المولد، والموتور يطلع كهرباء. بعد ما ياخدوا حركتهم كويس والكهرباء، يبدا يطلع كهرباء للبيت.